أولا لماذا ننكب ولا ننكب في المجلس الوطني حقوق الإنسان على تقديم توصيات ذات الصلة بالقانون الجنائي؟ بعض الاعتبارات أساسية لفهم الإطار الذي نشتغل فيه. أولا مؤسسة وطنية دستورية، عندنا المهام ديالنا كضعنا في مفصل ما بين الكوني والوطني، ما بين الدولة والمجتمع، ما بين المجتمع والأفراد، وبالتالي في هذا التخندق للمكانة ديالنا نحن في قلب العلاقة ديال الانتظارات والإشكاليات التي يثيرها المجتمع في تطبيقاته وفي حياته اليومية فيما يخص حقوق الإنسان. طبيعة الحال كان كذلك أود أن أؤكد بأنه مشاركتنا اليوم بالمجلس الوطني في هذا التفاعل عنده كذلك ذات صبغة متابعة ترافعنا فيما يخص بعض التوصيات ومقترحاتنا واقتصام فيما نرصده من انتهاكات ومن إشكاليات لحقوق الإنسان. طبيعة الحال لن أعود بأن الاهتمام ديالنا بالمضمون ديال القانون الجنائي، إذا كنا كنقولوا علاش كنكبوا بالمضمون، المضمون كذلك عندنا اعتبارات ديالنا للانكباب على المضمون. أولا القانون الجنائي أو المسطرة الجنائية بالنسبة للفاعل الحقوقي هو دستور ميداني يومي للمغاربة، يرسم الحدود المباح والمحظور وبالأدق الممكن المجرم لممارسة الحقوق والحريات، أساسي جدا بالنسبة للفاعل الحقوقي في انكبابه على هذا المضمون. ثانيا أنه كان راعي التقاطعات الممكنة ما بين القانون الجنائي وما بين الحقول الأخرى القانونية التي تفرز إما لقوابل تفرز بقواعد اجتماعية كالأخلاق كالدين القوانين الأخرى التي ممكن أن تكون مرتبطة بالقانون الجنائي. طبيعة الحال هناك كذلك ارتباط القانون الجنائي بحق الدولة في احتكار وممارسة العنف، كل الدول هي عندها الحق ديال ممارسة العنف، لكن ما يهمنا نحن أنه كيف يمكن أن يكون القانون الجنائي درعا واقيا ضد الجريمة دون أي مبالغة أو الزجر قد ينجم عنه تعدي على حقوق وحريات الذين هم يطبق عليهم هذه القانون، خاصة في مجال حرياتهم الأساسية وحقوقهم الأساسية. في هذا الحال نهتم بمضمون القانون الجنائي لأنه كذلك نعمل على تشجيع فضاءات متنوعة لتأطير سلوك المواطنين وعدم تطبيق القواعد الزجرية إلا عند الضرورة القصوى والتراجع عن تجريم عدد من أصناف السلوك تدخل في دائرة الحياة الشخصية أو للحقوق والحريات الأساسية. مضمون القانون الجنائي هو الترجمة التشريعية لمقتضيات الدستور والملائمة في هذا الموضوع، وسأعود إلى هذه النقطة بالتفصيل. طبيعة الحال مهمتنا وانكبابنا واهتمامنا بمضمون القانون الجنائي لأنه هو التفاعل الإيجابي والفعال وتفعيل التوصيات ديال الآليات التعاقدية ديال الأمم المتحدة أو للاستعراض الدوري الشامل، وخاصة بأنه مثلا أخيرا استعراض الدوري الشامل وعطانا 306 توصية، نقول 80% فيها كلها مرتبطة بالحقوق والحريات. عندنا كذلك الاتفاقية ديال مناهضة التمييز ضد المرأة اللي كانت في خلال السنة الماضية، كذلك أعطتنا 51 توصية أغلبها مرتبطة بالعنف بالمساواة داخل الأسرة بالمساواة في عدد من المجالات. فإذا هذه التوصيات هي كذلك تهمنا من حيث ملاءتها وتهمنا كذلك من حيث تفعيلها في القانون الجنائي. طبيعة الحال أكثر من 60 سنة احنا عندنا هذا القانون الجنائي 62، يعني مباشرة مر الاستقلال ديال المغرب، فلسفة ديال القانون الجنائي مازال، بينما على كل سواء السي نبيل بن عبد الله ولا السيدة فاطمة الزهراء
قالت بأنه هادشي تجاوزناه والكل الآن هناك واحد إجماع وطني ودولي لم أقل عالمي بأنه القانون الجنائي المغربي تم تجاوزه بما يخص ما نعيشه في الواقع. طبعا الحال الأهمية ديالنا في هذا الموضوع هو أنه هذا القانون الجنائي ماذا نريده؟ نريده على الأقل أن يترجم الدستور. على الأقل هناك 10 فصول منصوص عليها في الدستور تم تغييبها في المشروع السابق. نتمنى أن المشروع الحالي أن يستدركها. أن يستدركها في المشروع. 10 ديال الحقوق أساسية في الدستور، زعما ما غادي يجيبوا حتى شي حاجة. يجيبوا حتى شي حاجة ونعودوا نعملوا إليها. عندك الحق في الحياة، في السلامة الشخصية للأشخاص، ممتلكات، في السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص، النص الواضح على الاعتقال التعسفي والسري والقسري من أخطر الجرائم في الدستور، واضحين في الدستور. النص على القانون يعاقب على جرائم ديال الإبادة، ديال جرائم الحرب، ديال جرائم ضد الإنسانية، تجريم على العنصرية والكراهية، تجريم ومعاقبة بعض الجرائم ضد الطبيعة الاقتصادية المالية، تجريم معاقبة كل أشكال الانحراف المرتبط بالإدارات، نشاط الإدارات والإدارة العمومية، داك الشيء ديال لينيسيي لو ديلي دينيسيي. إذن الدستور حد يعني اعطانا بعدها هاد الإطار، لكن القانون الجنائي لم يتم ترجمته، المشرع لم يعمل على ترجمة الدستور إلى هذه المقتضيات. طبيعة الحال هناك كذلك وتم الإثارة، وهذا من أهم الإشكالات التي تواجهنا كذلك، هي أنه القائمة ديال الجرائم التي تنص اللي فيها خلل، اللي فيها نقص، اللي فيها إشكالات ديال التطبيق، فيها تأويلات، يعني هذه كلها كذلك إشكالات كتخلي قانون جنائي ليس له تلك الطبيعة ديال حماية سلامة المواطن وحريته وحقوقه. طبيعة الحال كذلك هناك لنقل انطلاقا من هذا المدخل الرئيسي، القانون الجنائي يواجه تحديات في نظري، واللي نقولها في جوج كلمات، توازن ضروري ما بين العقاب واحترام حقوق الإنسان. ما عندناش هاد التناسب، هاد الشرعية التناسب والضرورة ما عندناش واضح في المبادئ الأساسية للقانون الجنائي. طبيعة الحال نعرف بأنه حقوق الإنسان وعدد من المقتضيات ديال حقوق الإنسان كي يعترف للدولة بحقها المشروع في تقليص أو لا تقييد مجال ممارسة الحريات الأساسية، إلا ما يتعلق، ما فيهش استثناء، لا يقبل الاستثناء في هذا التقييد إلا في حق واحد، والحق في الحياة. واضح حق الحياة ليس فيه استثناء، لكن الحقوق الأخرى كل يتم التنصيص على تقييدها لكن بالقانون، ويتم التعامل معها في ممارستها انطلاقا من الشرعية والتناسبية والضرورة. هذه المبادئ الجوهرية غائبة بشكل كبير في النص الحالي الذي يتم تطبيقه وتنفيذه. إذن الإشكال الرئيسي في نظري الذي نعرفه بالقانون الجنائي يتجلى ليس في تغييب رؤية حقوق الإنسان في قانون مرتبط بتدبير الحقوق والحريات، غياب تام لتلك الرؤية الحقوقية لممارسة الحقوق. طبيعة الحال إذن في هذا الموضوع كنجبروا بأن هناك رؤية ملتبسة بين القانون والحماية دياله، سواء على المستوى ديال المقتضيات المباشرة والمبنية على خلفيات، هناك كذلك مقتضيات مبنية على خلفيات إيديولوجية أخلاقية لغوية بما فيها كذلك اللغوية، اللي كتجعلنا بأن القانون الجنائي ما عندوش واحد المرجعية واضحة، عنده تعدد ديال المرجعيات. بما أن عندنا تعدد المرجعيات ما بين هذه المرجعيات، شوية ديال حقوق الإنسان شي شوية والأخلاقية والدينية، كتخلينا واسعين وملتبسين. إذن في كل مرة عندنا إشكالات حقيقية، وما كيمكنناش هذه الإشكالات اليوم باش اللي كنعيشوها، التطور اللي كنعيشوه في مجال حقوق الإنسان والتوسع ديال الحريات، ما يمكنش هذا القانون الجنائي يجاوبنا على هذه
الحريات اولى حتى التقييد ديالها. اذا حتى اذا اردنا تقييدها المقتضيات الحاليه لا يمكن ان تكون في مستوى التقييد الحقوقي للحريات ديال المواطنين. طبعا الحال هذا الاضطراب ديال القانون الجنائي ما كيبقاش غير في اطار مستوى القانون الجنائي، راه كينعكس على القوانين الاخرى، لانه هو القانون الاساسي لي ديال المنظومه القانونيه ديال اي دوله كيف ما كانت. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.